ما هي أفضل طريقة لقراءة القرآن؟ هل هي برفع الصوت أم بخفضه؟ على حسب حالة الإنسان، إذا كان إن جهره أنشط له يجهر، وإذا كان إن الإصرار أنشط له يسر، وإذا كان عنده من يتأذى بالجهر مثل الإنسان يصلي عنده ولا نايم ولا متحدث فلا يجهر بالقراءة يشوش على الناس. نعم.